وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية الصديقة، قام سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بزيارة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية الكائن في القاهرة. وخلال الزيارة أشاد سعادة الوزير بالمستوى العالمي للمتحف القومي للحضارة المصرية الذي يعد واحد من أشهر المتاحف حول العالم بعدها أطلع سعادة الوزير والساده الحضور على حضارة وتاريخ جمهورية مصر العربية في هذا المتحف